أيضا يقول نية الصيام، هل يشترط أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحدة لكل الشهر؟ وما حكم من تلفظ بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان؟ النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية، ومن ذلك الصيام فإنه لا يصح إلا بنية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو يجمع النية من الليل. فالنية للصيام مشترطة، وصيام الفرض لا بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر، ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جديدة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة لتجدد الأيام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل يوم من رمضان فإنه عبادة مستقلة يجب أن تخص بنية، ولا تكفي النية التي من أول الشهر إلا إذا جددها كل ليلة، استذكرها كل ليلة وعزم عليها. وكذلك ما أشار إليه السائل من النطق بالنية، هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ النطق بالنية غير مشروع، التلفظ بها بدعة، لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية فيقول: اللهم إني نويت أن أصوم، أو نويت أن أصلي، أو نويت كذا وكذا. إنما ورد هذا عند الإحرام بالحج أو العمرة، أن يقول المسلم: أريد الإحرام بالعمرة، أريد الإحرام بالحج. وكذلك عند ذبح الهدي أو الأضحية ورد أنه يتلفظ عند ذبحها ويقول: اللهم هذه عن فلان ابن فلان، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. في هذين الموطنين فقط، موطن الإحرام النسك وموطن ذبح الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله بأضحية أو هدي تمتع أو قران أو غير ذلك، فإنه يتلفظ عند ذلك. أما ما عدا ذلك من العبادات، التلفظ بالنية بدعة، سواء كان في الصيام أو في الصلاة أو في غير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في شيء من هذه الأحوال بالنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. تلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الصيام أو عند غيرهما من العبادات، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فيكون بدعة. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. الله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى أن قال جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. التلفظ بالنية هذا معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نواله كذا وكذا، قد نهى الله عن ذلك وأنكر على من فعله. نعم، شكر الله لكم.